المسافة التي يستطيع شخص ما أن يراها في يوم يكون فيه الجو صافيا تقدر بالصيغة V تساوي 1225 ضرب الجذر التربيعي لـ A، كل هذا مقسوما على 1000، حيث تعبر V عن مدى الرؤية بالأميال، و A تساوي الارتفاع. هذا كافي. الآن قيل لنا أنه إذا استطاع جميل أن يرى 150 ميل، فهذا يعني البعد الذي يمكن أن يراه، إذن هذا مدى الرؤية أي V. فعلى أي مسافة فوق سطح الأرض يقع؟ أي المطلوب منا أن نجد الارتفاع، على أي ارتفاع هو موجود؟ هذا هو A، وهو ما لا نعرفه. نحن نعلم أن مدى رؤيته هو 150 ميل، ونحتاج لمعرفة قيمة A. إذن يمكن أن ننظر على صيغة مدى الرؤية على أنها إجراء لإيجاد الارتفاع، ونحن نعلم ما هو مدى الرؤية، إنه يساوي 150 ميل. إذن V تساوي 150 ميل، فيمكن أن نقول أن V أو 150 ميل يساوي 1225 ضرب الجذر التربيعي لـ A، و A تعبر عن ارتفاع عن سطح الأرض، وكل هذا مقسوما على 1000. إذن هنا مقسوما على 1000. الآن يمكننا أن نضرب طرفي المعادلة، نريد أن نفصل هذا الجذر إلى هنا حتى نستطيع إيجاده. ما نستطيع فعله أنه يمكننا ضرب طرفي المعادلة بـ 1000 على 1225، و دعوني أنتقل لليسار قليلا، 1000 على 1225، وكل ما قمنا به يعد من أجل فصل الجذر التربيعي لA. تحذف هذه الألف مع تلك، وتحذف 1225 مع هذه، ونحصل على، ودائما ما أفضل الحصول على المتغيرات التي أريد إيجادها على الجانب الأيسر لنضعها هناك. إذن ودعوني أقوم بتبديل الطرف، فنحصل على الجذر التربيعي لA يساوي كل هذا المقدار، ويساوي 1000 ضرب 150 ضرب 150، كل هذا مقسوما على 1225، ويبدو أنه يوجد بعض الاختصارات التي يمكن القيام بها هنا. كلا هذان العددان يقبلان القسمة على 25. هذا العدد الموجود في الأعلى هنا 150 عبارة عن 25 ضرب 6، سأكتب هذا 6 ضرب 25، وهذا العدد ما هو؟ إنه عبارة عن 25. دعونا نرى، 12 ضرب 4 يساوي 48، ولدينا واحدة أخرى، إذن 49 ضرب 25. إذا كنت في الحسابات بشكل صحيح دعوني أتأكد. 49 ضرب 25، 9 ضرب 5 يساوي 45، 4 ضرب 5 يساوي 20، زائد 4 يساوي 24. نتخلص من هذا ونضع صفر هنا. 2 ضرب 9 يساوي 18، 2 ضرب 4 يساوي 8، زائد 1 يساوي 9. حصلنا على 5 وعلى 12، نعم تساوي 1225. هذه 25 ضرب 49، وهذه 6 ضرب 25. سأشطب هذه مع هذه، هذه 25 تحذف مع هذه، وبهذا ستبدو، نعلم أن 7 ضرب 7 يساوي 49، أنها تبدو سهلة لدرجة أنه يمكن القيام بحلها. إذن هذا يساوي، يمكن أن نكتب 6000 على 49 تساوي الجذر التربيعي لA. وإذا أردنا إيجاد قيمة A يمكننا أن نقوم بتربيع طرفي المعادلة، فلنفعل هذا. لدينا الجذر التربيعي لA يساوي 6000 على 49، سنقوم بتربيع طرفي المعادلة، نقوم بتربيع طرفي المعادلة ونحصل على هنا A الارتفاع أو المسافة فوق سطح الأرض التي يقع عليها جميل، ستساوي حسنا 6000 تربيع على 49 تربيع، أو يمكن أن نكتبها على هذا النحو 6000 على 49 تربيع. إذن دعونا نجد الناتج حتى ننجز المسألة.
واسمحوا لي أن أستخدم الآلة الحاسبة في هذه الخطوة. سأخرج الآلة الحاسبة، دعوني أمحو هذا. حسنا، إذا ما نريد القيام به هو إيجاد ناتج 6000 تربيع على 49 تربيع، هذا يساوي 14994 بالتدوير، أو يساوي 14993 قدم. إذا يساوي 14993 قدم. أنا أفترض أن هذه المعادلة تتطلب الارتفاع بالأقدام، لم يتم ذكر هذا في السؤال، لكنني أفترض أنه بالأقدام لأنه منطقيا هكذا. فإذا كان يمكنك الرؤية حتى 150 ميل، فمن المنطقي أنك تقع على بعد 15000 قدم.